هذوم اللي وراهم اللي يقوموا بالعمل هذا يعطينهم حبوب راهو مش بإرادتهم. ولكن اقسم فمي بالله علي العظيم، اقسم فمي بالله علي العظيم، لقد وصل بالبر الزبع والله، ثم والله واقسم بالله علي العظيم ما غتفك على الحق ديالي. هاد الناس شكون اللي موراهم وشكون اللي دفعهم وشكون اللي تيمولهم خارج ارض الوطن بتواطؤ مع ممثل حزب سياسي هنا الحمندور؟ اذا لم يتحقق كل هذا انا بعد ذلك سنعلن الزحف، سنعلن الزحف المقدس. ايوه، وانا راه معمر القذافي قائد اممي، انا دافع عني الملايين، انا سنوجه نداء للملايين من الصحراء الى الصحراء. وكن أعدكم بالله علي العظيم ل 11000 من خريطة تنزل كلها كاملة الساعة بهذا المعنى، وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد، حتى تطهر البلد من الدنسي والرجاس. علاش ديري جداليكم؟ صاروا خايف منكم، راه بالعكس راه قد ما ديروا قد ما تنضغط على يماكم، قد ما تنضغط على يماكم الكلاب الكلبات في غوط الباطل. من يسمح بهذا؟ انا معي الملايين ومعي الله الذي نصرني على القوه العظمى الكبرى. مشيت تما السيد عنده الاخوان ديالو، عنده الناس اللي تيعرفو، هبطوا معايا في السلاح ديالو، ما كذبوش، حنا لا نخاف واحد وليس وراءنا احد. هاد السيد هبط في السلاح ديالو وصحابو، هبط في السلاح ديالو في اطار الوقفه ديالنا. هبط معنا احمد حمام والبشرى ليا ونسيب ديالك الاخ فرح دنهار ونسيب هبطوا معنا، درنا وقفه ما جا عندنا حتى واحد. ردوا على وكالات وإذاعات الكذب، وليس وكالات وإذاعات الإعلام، ليس إعلام بل إذاعات الكذب، يعني تسمى إذاعات الكذب. وأكثر من ذلك، أكثر من ذلك، هو كان مباشر عن طريق قناة ديال ردة الليل، القنوات ردة الليل بفرنسا، الانفصاليين كانوا دايرين لايف ديريكت من عندي، شكون اللي كان معاهم مباشر؟ فمي بالله علي العظيم، إني أعلن الحرب، الحرب، فانتظرونا فنحن قادمون.